تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقة جديدة من وواجه الصحافة نتحدث فيها عن خطط الدولة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول في المحافظات المختلفة. لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن وضع خطة لتأمين كافة المحافظات من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة بتتكلف نحو 2 مليار جنيه، وأشارت في هذا الصدد إلى أنها أنفقت ما يزيد عن 400 مليون جنيه خلال العامين الماضيين 2015 و2016 لمواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة في محافظة جنوب سيناء وحدها، فيما تجاوز حجم الاستثمارات في محافظات الصعيد والبحر الأحمر 150 مليون جنيه لمواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة. من جهتها أعلنت وزارة التنمية المحلية أيضا عن رفع درجة الاستعداد في كافة المحافظات لمواجهة أي مخاطر محتملة لأمطار غزيرة أو سيول من خلال وضع غرفة طوارئ وعمليات لمتابعة حالة الطقس وتنبؤ سقوط أمطار أو سيول أولا بأول، وموافاة المحافظين ورئيس الوزراء بتلك الأخبار في حال حدوثها للقيام بالاحتياطات اللازمة لتأمين هذه المحافظات. إذن في هذه الحلقة نتحدث عن خطط الدولة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول المحتملة في مصر. بعد قليل نبدأ في رصد مجموعة من الأخبار التي عرضتها الصحف حول هذا الشأن، ابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، وعرض لمجموعة من الأخبار التي تناولتها الصحف حول ملف مواجهة الأمطار والسيول في مصر. من جريدة الوفد عنوان يقول السيسي يأمر بتشكيل لجنة لمعاينة محطات الصرف بمحافظات السيول. أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والرقابة الإدارية للتأكد من كفاءة محطات ما تم التوصل إليه ومحطات الري والصرف في محافظات السيول وعلى رأسها الإسكندرية والبحيرة، بعد تخصيص 1 مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتطويرها بعد أزمة السيول التي تعرضت لهذه المحافظات العام الماضي. نذهب إلى جريدة الأهرام وعنوان يقول في تقرير لرئيس مجلس الوزراء الري جاهزة لمواجهة الأمطار وتنسيق مع المحافظين لمواجهة السيول. اتخذت وزارة الري والعديد من الإجراءات المتمثلة في رفع كفاءة شبكات الري والصرف وصيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبرية طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية منطقة غرب الدلتا البحيرة والإسكندرية. جريدة أخبار اليوم في عنوانها قالت غرفة عمليات بالري للتحرك السريع في مواجهة الأمطار والسيول. رفعت وزارة الري حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأمطار الغزيرة، كما استعدت الوزارة لمواجهة السيول المحتملة في مناطق وسط سيناء ومجرى وادي العريش، وتم التنبيه على المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات والاستعداد مبكرا لمواجهة أي طارئ وإنشاء غرف عمليات في كل مركز، وتتواصل مع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية للتدخل العاجل في حالة رصد السيول. من جريدة اليوم السابع أيضا عنوان محلية البرلمان تدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية ضد أضرار السيول. طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة ووزارتها المعنية وجميع المحافظات باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمواجهة أي سيول محتملة وتفادي أضرار سقوط الأمطار الغزيرة خلال الأيام الحالية. أخيرا نقرأ من الوطن، بعد نجاح المرحلة الأولى فودة يقول يجب استكمال حماية باقي مدن جنوب سيناء من السيول. انتهت محافظة جنوب سيناء من تنفيذ المرحلة الأولى لحمايتها من السيول منذ عام، ويتكون المشروع من 4 سدود عملاقة وتبلغ تكلفته 350 مليون جنيه، ويتضمن 6 بحيرات صناعية لتخزين ما يقرب من 15 مليون متر مكعب من المياه، ويتم تخزينها ليستطيع أهل المنطقة الاستفادة منها في الأغراض الزراعية. هذه كانت أهم الأخبار التي تناولتها الصحف من زوايا مختلفة لملف حلقتنا اليوم، مواجهة أخطار السيول و
الأمطار الغزيرة المحتملة في مصر. بعد الفاصل نضع هذا الموضوع على مائدة النقاش في وجه الصحافة مع ضيوفنا الكرام، ابقوا معنا. تحية لكم مشاهدينا الكرام من جديد. انضم إلينا في استوديو وجه الصحافة كل من الدكتور أسامة محمد الظاهر، مسؤول ملف المشروعات الكبرى بوزارة الري. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. أهلا بسيادتك. أيضا معنا الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوي، الخبير الدولي في تصميمات السدود. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. أهلا بيك. يعني إذا بدأنا دكتور أحمد بالحديث عن طبيعة المناخ في مصر، هل حدث تغيرات في الفترة الأخيرة من حيث يعني تزايد سقوط الأمطار، السيول وغيرها، كما شاهدنا يمكن في أواخر شهر أكتوبر الماضي عندما سقطت السيول والأمطار في عدد من المحافظات؟ شوف ساعتك، وفي ظاهرة دولية على مستوى العالم كله اسمها نينو فينومينا. ايه هي دي؟ الاحتباس الحراري اللي حصل ده نقل أحزمة الأمطار من مكانها وده في أماكن أخرى. احنا الكرة الأرضية عندنا ملفوفة بأحزمة، حزام جليدي، حزام مطري، حزام نصف مطري، حزام جاف. احنا في الحزام الجاف طبعا. احنا والجزيرة العربية، وبعدين نبدأ نكرر تاني واحنا نازلين. طيب الأحزمة المطرية اللي هي في المناطق اللي هي الأحزمة المطيرة بدأت تتحرك، والهضبة الأثيوبية احنا نلاحظ بأن 9 سنين الهضبة الأثيوبية مرت بجفاف، لأن انضربت اثيوبيا الهضبة الأثيوبية بالجفاف. في ناس فاكرة ان دي دورة هيدرولوجية، لا، ده دي الظاهرة اللي هي بتاعت الاحتباس الحراري اللي اسمها النينو. تمام. وفي اماكن اخرى انتقلت لها الأحزمة دي زي عندنا احنا في مصر هنا. وانا جاز يعني سجلت من البنك الدولي، كانوا عملوا دراسة، انشأوا يعني هيئة اسمها CCPC. ايه الهيئة دي؟ تعاونت مع 4 هيئات من الامم المتحدة. ودول شغلوا 12 مركز بحثي علمي على مستوى العالم، وطلعوا بخرائط لتحرك العواصف المطرية واللي احنا بنسميها التورنيدوز، اللي هي العواصف المدمرة. وده ليه؟ ايه السبب البنك الدولي عمل الحكاية دي؟ لان في دول بدأت تنضر ضرر شديد جدا بالتورنيدوز دي، وفي دول جالها مطر، فهي حبت تدي لآخذ القرار الصورة بتاعت كل بلد فيهم. تمام. وأنشأوا بالنسبة لمصر هنا أو بالنسبة للعالم كله، بس بالنسبة لمصر طلع إن في حزام مطري جه على الساحل الشمالي بالكامل، وحزام مطري آخر جه على ساحل البحر الأحمر. الأحزمة المطرية دي احنا لازم نستفيد بيها. لازم نستفيد بيها، وعن أخص انها مليارات. احنا مش بنتكلم اي كلام. فانا الحقيقة بعد ما جبت كل البيانات دي، انا علم الموارد المائية ده علم تمام. تطبيقي، لكن انا بتكلم الساحل الشمالي. دخل عليه حزام مطري بقى بعمق حوالي 90 كيلو متر من الساحل. ودي على فكرة اترصد من سنة 60، يعني من سنة 60 البنك الدولي كل 30 سنة بيعمل دراسات، فمن 60 ل90 وجدوا الكلام اللي انا بقوله ده. احنا دخلنا في ازيا دلوقتي، فبقى الساحل الشمالي كله دخل في حزام المطري، وساحل البحر الاحمر كله دخل في الحزام المطري. طيب احنا جايز كوزارة ري، انا فكرة مولود في وزارة الري. تمام. انا والدي كان مهندس وزارة الري قبل كده. فاحنا كوزارة الري ما كناش عايشين في الاحزمة المطرية، فما عملناش الحساب بالكامل لدخول هذه الاحزمة المطرية. الحساب في حاجتين اتنين، اول حاجة الحماية من السيول، وتاني حاجة الاستفادة من مياه السيول. تمام. الحماية من السيول هي الوزارة اعتمدت طول عمرها على حاجة تسمى مخرات السيول، اللي هي ايه؟ الجبال اللي هي جبال البحر الأحمر دي، اللي هي وجهة ناحية البحر الأحمر والوجهة الثانية ناحية الصعيد. الجبال دي فيها وديان، الوديان دي فوالق أرضية، الوديان دي بتجمع فيها المطر
برضه نبدأ كده سنة بالأول. في حاجة اسمها نظرية تجاذب الأجسام. إيه هي النظرية دي؟ اللي هي لو إن عندك فيه تقل وحاجة خفيفة جدا، التقل ده بيسحب الحاجة الخفيفة دي عليه، فنجد الجبال كلها لما تيجي سحاب بتسحب السحاب ده عليها. لو تقف تحت، يعني احنا بنيجي نحط محطات ارصاد امطار، نحط فوق الجبل وفي نص الجبل وتحت وفي الوادي، نجد فيه فرق شاسع جدا، وساعات الوادي ما نلاقيش فيه مطر وفوق نلاقي امطار غزيرة. هنا بقى ده الكلام اللي انا بقول، الوديان، الوديان بينزل عليها الامطار دي كلها، تتجمع بتجري وتخرج، فوزات الري زمان عملت مخرات السيول لا تاخدها وتنزل بيها على النيل. لكن النهارده العدد بتاع الناس زاد، فبقى ما فيش اراضي كافيه لزراعه الزراعه. تمام. فالناس بنت جوه مخرات السيول وزرعت جوه مخرات السيول، وللاسف لما حصل بقى الهجوم المطر الشديد شال كل الكلام ده من الوش. وحصلت كمان عكارة في مية النيل. العكارة دي مصدرها ايه؟ ما نقول لسيادتك، كان زمان قبل السد العالي في عندنا عكارة سميها الرملة الحمراء، اللي هي الطفلة الطمية اللي جاية من الهضبة الاسيوبية، ودي عبارة عن جرانيت متفتت مليان املاح معدنية هايلة للارض، وذلك ما كناش بنستخدم اي اسمدة صناعية نهائي. كان هو الطمي ده، طمي النيل. النهاردة اللي موجود ده مش طمي، الموجود ده واحد حاجتين اتنين. الحاجة الأولى الجبال دي كلها جبال حجر جيري، حجر جيري يعني الحجر جيري أصله مختلف من أول الطباشير لحد الرخام، ده اسمه حجر جيري كل ده، ففي صلب جدا وفي هش، ففي بعض الأحجار الهشة المطر نزل عليها دوبها ونزل بيها في الوديان، جريت خدت الرمل كمان اللي في سكتها، فبقى عكارة غير مفيدة، بالعكس أنا بسميها عكارة ضارة. تمام. طيب دكتور أسامة، لو كلمنا عن حجم الأمطار اللي بينزل في مصر سنويا، يعني منظمة الفاو بتقول أنه تقريبا 51 مليار متر مكعب سنويا في مصر، وأن مصر ما بتستفيدش غير ب 1.3 مليار متر مكعب فقط من هذه المياه. يعني ياريت تقول لي صحة هذه الأرقام بالإحصاءات الرسمية، وإزاي مزارة الري بتنوي انها تستفيد من هذه الامطار في الفتره المستقبليه. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت كده، هي مصر بتستفيد او وزاره الري بتستفيد ب 1.3، بس هو الرقم فعلا اللي يثير او نتوقف عنده 51 مليار يعني. وده رقم يعني لو جينا نبص له عليه بيك كويتشن مارك، يعني لو قلنا 51 مليار، انت عارف طبعا ان مصر بتشهد سقوط امطار في فترات زمنيه قليله جدا. يعني مش دوله مثلا ممطره طول فترات العام. لو قلنا مثلا 51 مليار متر مكعب نزلوا على مصر خلال ايام قليله، يوم او يومين، ده هيبقى انت عندك كاتاستروفيك دامج، يعني ده هيبقى ده تسونامي يعني. فطبعا الرقم ده مشكوك فيه، مبالغ فيه طبعا. طبعا مبالغ وبطريقه كبيره جدا يعني انت كان احنا بالظبط بنقول ايه، ان مصر بيسقط عليها ما يعادل حصتها من نهر النيل بالظبط. وهنا يعني انا مش عايز نتكلم سياسه، لكن رقم لما تيجي تقارنه كده بحصتك من نهر النيل يبقى وراه علامات استفهام يعني. وطبعا احنا دوله في بتشهد يعني شكل من اشكال المفاوضات مع دول الحوض بشان المشروعات اللي بتعتزم دول الحوض اقامتها على المنابع. لما نيجي نتكلم في تصريح زي كده طبعا اعتقد يعني يوصل للساده المشاهدين مدى تاثيره يعني. عشان ادي لحضرتك رقم دقيق برضه لا محتاج ارجع عندي، لكن اللي انا اقدر اقوله لحضرتك وتاكيدا على كلام دكتور احمد، ان الوزاره بتنتهج في التعامل مع ملف السيول بترتكز على محورين هامين. زي ما السيد تفضل وقال كده، مشروعات الحمايه ومشروعات استقطاب الامطار. وهو فعلا مصر دخلت في حزام المطر، السنتين الاخرى جانا كميات امطار. في هي مشكلتنا في حاجه، انت بيجي لك كميات امطار ولكن كميات وميضيه، عشان كده بنسميها سيل وميضي او فلاش فلاد، بيجي في فتره زمنيه قليله جدا. والمشكله ان هو بيتساقط زي ما دكتور احمد قال مثلا على سلسله جبال البحر الاحمر. وهنا نقف بقى، يعني ميه كميه ميه حتى لو 10 ملم يعني ممكن ينزل 20 ملم في منطقه بس تكون فلات اريا، منطقه مستويه.
ما يحدثوش نفس الاثر اللي بيحدثه 10 ملم وهي نازله من على سلسله جبال ستيب سلوب انحدار شديد جدا وروكي سويل، يعني صخور ماسيف ما فيهاش اي مسامير خالص، فنازله فبيحصل لها جريان سطحي بسرعات كبيره جدا، فبتمشي طبعا في مخارات السيول زي ما تفضل حضرته وقال، فبتجتاح كل ما يقابلها. هو للاسف الشديد ان مخارات السيول ديت الناس ابتدت تتعامل معاها يعني بصوره، اسف ان اقول انها شبه عشوائيه، لان ارتكنت ديت وبالتالي ابتدت تتوسع عمرانيا وبنت في مخارات السيول زي راس غارب. فلما جه حصل شويه ميه جم وحصلوا في الوادي ده، طبعا شالوا كل الحاجات، ربنا جعل للميه ديت مسار طبيعي. كل اللي بنعمله احنا مثلا كجهات ان انت بتبدا تحاول توجه الميه ديت انها توصل للمسار بتاعها. المحور الاول هو محور الحمايه من مخاطر السيول، بتعمل منشات تخفيف للاضرار، وعشان كده بنقول عليها فلاش فلاد ميتيجيشن ورك. طبعا احنا بنطمح انها تكون افويدنس، تبدا تتلاشى معها الاثر الكارثي بتاع السيل، لكن بنقول عليها منشات تخفيف الاثر. ليه؟ بتيجي الميه بشده معينه بتبدا تعمل سدود اعاقه، بتعمل للانرجي او الطاقه بتاع الميه بتعمل لها ديسيبيشن، فبتكسر حده السرعه بتاعه الميه فبتعمل لها نوع من الترويض. وهنا بقى ندخل على المحور الثاني، ماذا بعد إعاقة مياه السيول؟ طيب، يبقى طيب خلينا نتكلم عن المحورين دول تفصيلا دكتور أسامة، لكن بعد ما نشوف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. مجموعة من التدابير والإجراءات اتخذتها الدولة من أجل الحماية من أخطار السيول في مختلف محافظات الجمهورية المعرضة لأخطار السيول في فصل الشتاء، وعلى رأسها محافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وأسوان والمنيا وقنا ومرسى مطروح. وعلى صعيد الاستعدادات التي تجريها وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع الأمطار بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم كافة الأجهزة المعنية بالوزارة، فضلا عن غرف عمليات بأجهزة الحكم المحلي، حيث تتم متابعة وقت الطقس والأرصاد ومؤشرات الأمطار أولا بأول، وبدعم من الخرائط التي تصدرها مراكز التنبؤ والمراكز البحثية بالوزارة. وتعتمد استراتيجية وزارة الري في التعامل مع ملف السيول على محورين، أولهما التقليل من مخاطر السيول المدمرة على البنية الأساسية والمنشآت، وثانيهما تعظيم الاستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء بحيرات صناعية وسدود تخزينية تعمل على تخزين تلك المياه والاستفادة منها للتنمية المستدامة في تلك المناطق. وقد تم الانتهاء من إنشاء 8 سدود في شبه جزيرة سيناء تحجز ما يزيد على 6 ملايين متر مكعب من مياه السيول، بالإضافة إلى 3 بحيرات صناعية لتخزين ما يزيد عن 12 مليون متر مكعب. كما تم الانتهاء من إنشاء 142 بحيرة جبلية في منطقة سانت كاترين بوادي فيران بمحافظة جنوب سيناء. وأكدت وزارة الري توجهها للانتهاء من جميع مشروعات حصاد الأمطار واستقطاب مياه السيول والسدود، لا سيما بكل من جنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر، وذلك كأحد ركائز التنمية للتجمعات السكنية بتلك المحافظات. أهلا بحضراتكم من جديد، عدنا بعد هذا التقرير ونستكمل الحديث مع ضيوفنا الكرام. دكتور أسامة، كنا بنتكلم قبل التقرير عن إجراءات الحماية وأيضا إجراءات الاستفادة من الأمطار، اتكلمنا عن بعض إجراءات الحماية، ما زال لديك حديث أيضا عن هذا الإجراءات. احنا بنؤكد طبعا، يمكن التقرير أشار لبعض الأعمال اللي تمت، ودي الأعمال دي موجودة في جنوب سيناء، محافظة جنوب سيناء كان أحد أهم أو أخطر الأودية النشطة هناك كانت أودية وتير، ودي بالفعل الوزارة أو الدولة تعاملت معها من خلال مجموعة من منشآت الحماية تمثلت في 8 سدود إعاقة و3 بحيرات صناعية، يمكن سعة البحيرة الواحدة أكثر من 4 مليون متر مكعب. يعني لما نيجي نبص للسعة التخزينية الإجمالية للمنظومة اللي هي 8 سدود 3 بحارات حوالي 16 مليون متر مكعب. دي بتحمي طريق طابة نويبع الدولي، والطريق ده يمكن اتعرض لانهيار غير طبيعي في 2014 من أعمال الحماية اللي تمت برضه في مدينة طابة،
كلنا نتذكر الأحداث طابة في 2014، السيول لما شالت بعض الفنادق زي فندق طابة هايتس ومحطات الكهرباء والغاز دي. من يمكن جنوب سيناء كانت دخلت اتعمل عليها فوكس جامد لأنها اتعرضت لموجة غير طبيعية من الأمطار، ف يعني دفة الأعمال توجهت شوية أو البوصلة توجهت لمحافظة جنوب سيناء، دخل فيها استثمارات تزيد عن 350 مليون، وما زالت المحافظة طبعا محطوطة داخل الخطة في مرحلة تانية هتشهد حماية مدن دهب واستكمال نويبع واستكمال برضو حماية مدينة طابة. المحافظات البحر الأحمر أيضا مستهدفة من الخطة، البحر الأحمر على وجه الخصوص يمكن احنا مخصصين لها في العام المالي الحالي ما يزيد عن 380 مليون جنيه، ومرحلة تانية هتعدي 550 مليون جنيه. دي أنا بقول لحضرتك باختصار شديد، محور استقطاب الأمطار والاستفادة به ده أحد أهم المحاور. يمكن حضرتك استعرضته في التقرير في سانت كاترين، الطبيعة هناك ساعدتك جدا إن احنا نعمل بحيرات جبلية، أي نعم ساعة البحيرة الواحدة لا تجاوز 1000 متر مكعب، لكن هي بالنسبة للتجمعات اللي هناك هي نواة للتنمية المستدامة. فتعاملت وساعدتنا في كده المنظمة العربية للتنمية، وعملنا أكثر من 142 بحيرة. مطروح أيضا يمكن لو احنا لاحظنا كميات الامطار الشديده اللي حصلت في نوفمبر الماضي، شهدت كميات امطار بناء بالفعل خزانات ارضيه موجوده في مطروح. الحاجات دي ما تعرفش هي بتبقى بتمثل للمواطن ايه، يعني هي بتمثل طوق نجاه يعني هو، لكن في النهايه الامطار هي امطار موسميه، التنبؤ بيها انت بتحاول تقرب من الارقام وتوقيتات الحدوث. 2014 سينا شهدت أمطار شديدة جدا على نويبع، لكن 2015 شهدت أمطار أقل بقليل، جالت لنا من سلسلة جبال النقب. تمام. غاز غارب ما حصلتش فيها كميات أمطار يمكن 50-60 سنة، حصلت كميات أمطار غزيرة ونتيجة حاجة معينة عدت وعملت الدامج في 2016. طبعا. طيب الدكتور أحمد، يعني إذا كلمنا عن التنبؤ بسقوط الأمطار والسيول في مصر، يعني قدرة المراكز البحثية وصلت لأي درجة من التنبؤ، علشان يعني ده ممكن يفيد المسؤولين في حماية المواطنين، حماية المنشآت الهامة في بعض المناطق، وضع احتياطات أو خطة في مناطق معينة. هل ما زلنا عندنا يعني في نوع من التراجع في مستوى التنبؤات؟ لأنه كتير جدا من علامات الاستفهام أثيرت لما حصلت الأمطار والسيول في أواخر شهر أكتوبر الماضي، أنه يعني ما كانش فيه تنبؤ، أو حتى لو كان موجود ما كانش فيه تنسيق مع الجهات المعنية. أنا اسمح لي يعني هقسم الإجابة بتاعتي قسمين اتنين. اتفضل. القسم الأول لما بيحصل فيه تغير في انتقال الأحزمة المطرية، بتحصلش كده اسمه يعني بهدوء كده، لا بتحصل الأول بظواهر عنيفة. تيجي الأول تخبط، بس التكرار بتاعها متكررة، يعني التكرر بتاعها بيزيد والكمية بتاعتها بتزيد، بس بتبقى مدمرة. بس الكمية المدمرة دي مش شرط انها تتكرر في نفس الموسم، لا، لكن هتبص تلاقي في أمطار بتخش كل أسبوع كل 10 أيام. التنبؤ بالأمطار على فكرة دي حاجة، احنا كنا أنا كنت شغال مع الأمم المتحدة، وحصل كان مؤتمر علمي كانت عملها WMO اللي هي مختصة World Meteorological Organization اللي هي مختصة بالأمطار، وجه اللي هو الرئيس بتاعها وقال كده احنا كنا بنشتغل جادين في إنشاء المعادلات التنبؤ بالأمطار وفشلنا. وجه الراجل فعلا اعلن في هذا المؤتمر، كانت في جامعه ماكليري في اوغندا. تمام. قال ان احنا فشلنا ويجب ان نعلن ان احنا فشلنا في التنبؤ. ليه؟ لانه قال لك كده، هو ملحد. لكن قال كده، الوحيد اللي يفهم الحاجات دي جود. ليه؟ وات ذي كول دي جود. يعني اللي بيسموه اله. ليه؟ لان لو يعني مثلا عايز اقول حاجه، النهارده لما عملنا السد العالي وتكونت البحيره بتاعه السد العالي، ايه رايك ان المناخ في ايطاليا تاثر؟ لان الضغوط الجويه اللي هي بتسحب السحب او درجات الحراره المختلفه دي بتختلف جامد جدا، ما تقدرش تحسبها لان دي على مستوى الكره الارضيه بالكامل، ما تقدرش تعملها اي نوع من البرمجه نهائي. فدي عمليه تنبؤ ما تتمش الا في خلال العاصفه نفسها،
بمعنى ايه؟ يعني انا في الأقمار الصناعية رصدت لي سحب جايه لي من المحيط الهندي. نعم. ابدا انا ساعتها اقدر اعمل تنبؤ. سحب جايه لي من اسبانيا، لان احنا عندنا على فكره السحب المطريه الساحه الشمالي من ناحيتين، شمال شرق وشمال غرب. فسحب جايه لي منين؟ اقدر اتنبأ. لكن اتنبأ خلال ايه؟ يومين ثلاثه، مش اكتر من كده. لكن موسم كامل لا، لكن اتنبأ بايه بقى؟ دي الدراسات اللي انا اشرت اليها في الاول، اللي هو البنك الدولي، عشان بس نرجع تاني ل 55.5 مليار، طلع ان الساحل الشمالي كله بينزل عليه 8.7 مليار متر مكعب. ودي اللي انا عملت عليها تصميم زراعه 10 مليون فدان شعير. واخد بالك ساعات ليه؟ لان الشعير اصله بياخد 3 رياض بس في عمره كله، والجدر بتاعه سنتي، فاي بخه مطر بيشربها. فحته التنبؤ دي عمليه الحقيقه، بس ما هيش 55.5 مليار زي ما الدكتور اسامه قال. لكن انا عايز ارجع لحاجه بعد اذنك فيها. المشروعات اللي عملتها وزاره الري باحترامي لكل الجهد اللي بيعملوه، الى الان لسه ما فيش الاستفاده من مياه السيول. يعني البحيرات الموجوده دي عباره عن تامين لمخاطر السيول، لكن ما هيش استفاده منها. عملنا ايه بالبحيرات دي؟ ما تقدرش تعمل بيها حاجه نهائي. انا عملت تصميمات ليه؟ لان انا سنه 2002 كان في عضو مجلس شعبي مترشح جديد اسمه الحاج فاضل، الحاج تمام مش عارف ايه، مش فاكر عن الاسم. كان ده في راس غارب، وجه دعاني عشان قال لي تعالى ورينا كده نعمل ايه. الوادي ده بيجيب ميه كتير، عايزين نزرع يجي 10,000 فدان عليه. فروحت هناك وصممت سد هناك فعلا. بس انا بتكلم على الخريطه اللي هي الاولانيه اللي انا بتكلم عليها دي. لما باجي اصمم اي سد بنشوف الاول التغيرات الزلزاليه والبركانيه. ليه؟ لان انا بيحصل اي زلزال، لو انا بنيت سد خرساني هيكسر. تمام. طيب انا هرجع لحضرتك تاني في النقطه دي، لكن خلينا ناخد نائب ممدوح الحسيني على التليفون، عضو البرلمان وكيل لجنه الاداره المحليه مجلس النواب. اهلا سيادة النائب. يعني محلية البرلمان دعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية ضد أضرار السيول، يعني كلمنا عن التفاصيل وإيه رد الحكومة على هذه الدعوة. طبعا احنا اولا احنا خصصنا في كل محافظة من المحافظات المتضررة النائب اللي موجود عندنا في اللجنة، يبقى هو مسؤول عن متابعة الأزمة داخل المحافظة بتاعته. ده احنا كان نواب يعني. وبعدين الو ايوه مع حضرتك اتفضل. يعني احنا كان قراراتنا بقى ان احنا نفعل ادارات مواجهه الازمات والحوارات في كل الوزارات من كل المحافظات المعنيه. يعني كل وزاره الري ووزاره البيئه ووزاره التنميه المحليه ووزاره الاسكان ووزاره التخطيط، جميع الوزارات المعنيه بهذه الازمه لابد من تفعيل اداره. احنا طبعا لدينا ما يسمى باداره مواجهه الازمات والحوارات، بس ولكن تسميه فقط على الورق. احنا عايزين هذه الاداره تكون مشكله فعلا، تكون فعاله فعلا، وتكون قايمه بدورها على اكمل وجه لمواجهه الازمات والكوارث اللي بتتم في هذه الحاله. فده دي من ضمن الخطوات اللي احنا ركزنا عليها، وان احنا وجهنا ان لابد ان تكون هذه الادارات جاهزه دائما وعلى استعداد كامل لمواجهه هذه الازمات والكوارث. طيب. وبعدين ثاني حاجه التنسيق بين الوزارات المختلفه، ما يكونش كل وزاره في وادي. يعني ما تيجي تكلم وزاره التنميه المحليه يقول لك والله ده مسؤوليه وزاره الري، تيجي تكلم وزاره الري يقول لك والله ده البيئه، تيجي تكلم البيئه يقول لك والله ده الاسكان، عشان ممرات الممرات بتاعت السيول وكده. فلابد ان يكون هناك تنسيق كامل بين كل المسؤولين. واخد بال حضرتك؟ تمام. يعني كمان لابد ان كل محافظه تعمل برنامج، تضع برنامج تنموي ثقافي للناس نفسها، تعمل توعيه، وكل محافظه بيبقى فيها اعلاميين وبيبقى فيها اداره اعلاميه تعمل توعيه للناس المحافظات المتضرره، ازاي لما تحدث هذه المشكله وهذه الكارثه ازاي نواجهها؟ ازاي هيبقى في مكان ايواء؟ ازاي تبقى في ملاجئ للمتضررين داخل المحافظات؟ واخد بالك؟ يبقى لازم كل محافظ بيقوم بعمل يعني محاضرات تثقيفيه او توجيه اعلامي من داخل المحافظه، في جرايد اقليميه، في على وسائل، في اذاعات داخليه تبع في كل مركز من مراكز المحافظات وفي كل مكان،
لابد ان احنا نعمل لهم توجيه ونعمل لهم توجيه ثقافي وعلمي ازاي يواجهوا هذه المشكله. طيب انا في مقترح قام به محافظه الفيوم بصراحه لابد ان انا اذكره في كل لقاء بيسالوني عن الموضوع ده، ان لابد ان انت يكون عنده داتا معلومات خاصه بجميع اصحاب القطاعات الخاصه في المحافظه اللي هم اصحاب المشاريع الخاصه ورجال الاعمال، ماذا لديهم من الات ومعدات ثقيله وجرادرات وحفارات ونسفات وغيرها، يكون عنده داتا موجوده عشان ما اعتمدش على الادوات والمعدات المتوفره في المحافظه فقط. في بعض الحالات الكثيره لا تكفي هذه المعدات لمواجهه المشكله، فلابد ان انا اكون عندي طيب. داتا من القطاع الخاص. طبعا ما فيش محافظه بتخلو من المقاولين واصحاب الاعمال ورجال الاعمال الخاصه، وخاصه كمان في مقاولين بيبقوا متخصصين في الصرف الصحي ومتخصصين في هذه الاعمال، فلابد ان يكون في داتا كامله هم بيمتلكوا ايه من المعدات ديت يقدروا يساعدوا بها المحافظه في وقت الكارثه. طيب يعني سياده النائب، الكلام اللي بتقوله حضرتك ده كله كلام يعني كلام كله نظري، وانتوا طلبتوا بالمسؤولين في الدوله. اظن انا بدات بحضرتك، بدات الاول حاجه ان احنا خصصنا في كل محافظه